بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا معكم أشرف حمدي عضو مجلس إدارة الجمعية العصرية اللي هي واقع على عاتقها أن هي تدخل في منظومة الخبز الجديدة. هدف هذه المنظومة أساسا هي أن توصل رغيف خبز جيد للمواطن من الفرن إلى المخبز. ده الهدف الأساس. يعلم ربنا أن احنا خلال الفترة السابقة دي تقريبا لنا مدة شهر أو أكثر بنجمع قاعدة بيانات سليمة بحيث أن احنا بنطلب من المشترك اللي بيجي يشترك عندنا في الجمعية ان هو يجيب صوره البطاقه الشخصيه بتاعته وصوره البطاقه بتاع زوجته وصور شهادات الميلاد وبيملى استماره خاصه بالجمعيه بحيث ان احنا يكون عندنا قاعده بيانات سليمه ما فيهاش اي اخطاء ما فيهاش اي اسماء متسجله وهميه. ده هدفنا في الاول وفي الاخير. الهدف الثاني عندنا ان احنا كنا هنسكن ابناء الحي على المخبز اللي هنا. يعني كان من ضمن اهدافنا ان احنا ما نجيبش حد من بره الحي بحيث ان هو يجي ياخد خبز من داخل المخبز ده. المخبز ده بيخدم ابناء الحي اللي هنا لكن في مخابز ثانيه في اماكن ثانيه المفروض انها تخدم على ابناء الحياة الاخرى. يعني بفضل الله عز وجل احنا طبعا يعتبر اول يوم النهارده بدايه في منظومه الخبز الجديده اللي احنا شايفينه ان الناس جوه في الفرن فرحانين جدا ومتعاونين معانا وفعلا ده حقيقي فعلا وفرحانين بالشيء الجديد لان هو كان نفسهم فعلا من زمان ان هم يطلعوا رغيف كويس للمواطنين وكان بيواجهوا مشاكل هنا جوه فوجودنا معاهم وفصتيهم النهارده وقفتنا حواليهم وفرحاهم جدا. الحاج احنا في صاحب الفرن لما قعدنا معاه واتكلمنا معاه الراجل قال لك ان انا مش هطلع لك رغيف مش كويس لان الهدف برضه في الاول وفي الاخير ان احنا نوصل رغيف كويس للناس بس اقفوا معايا وقفه كويسه بحيث ان العيش يطلع لكم انتوا فعلا وتوزعوه للمواطنين اللي هم مشتركين. فطبعا حضراتكم ان شاء الله تعالى هتخش هتصور دلوقتي وهتشوف العيش اللي طالع بالتساوي. العيش اللي طالع على القفص هيوصل لكل الناس مش هميز ما بين مشترك واخر. الكل هياخد رغيف متساوي في الجوده ومتساوي في كل شيء. لا المنظومه كويسه والعيش بتاعها نظيف يعني. هو النظام الجديد طبعا احسن عشان الزبائن بتيجي على الفرن ولا بتاع والناس بتاخد عيشها عيش حلو. الاول كان بتيجي الناس هنا تهجم وبتاع وبتبقى قله ادب يعني. لا طبعا الجديد عشان دكت كان عليها دوره وكان عيشها طلع تعبان دايما كانش بقى حلو. دلوقتي الدنيا اتحسن. طول ما الدنيا حلو زي ما بيجي كده يفضل ان شاء الله حلو على طول. دلوقتي في اهتمام بالعجين في اهتمام بالرغيف في صنعه كويسه في رغيف نظيف بيوصل للمواطن يعني. شايف الفرق بين المنظومه القديمه والجديده؟ طيب والله بالنسبه للمنظومه الجديده طبعا توصل للناس كلها رغيف نظيف ما كانش بياكله قبل كده. لكن بالنسبه للمنظومه القديمه يعتبر ما كانش فيها تغيير يعني هو الرغيف القديم اللي كان بياكله هو ما فيهوش لا صنعه ولا فيه وزن ولا فيه رغيف يتاكل يعني لكنهم ما عملوش اي حاجه. وانت شايف ان العيش هيستمر على كده ولا ممكن يرجع زي الاول؟ والله هو عاوز وقفه يعني جامده عشان خاطر يستمر على كده وقفه مع اصحاب الفران ووقفه مع الناس لان الناس تعبانه يعني نفسهم ياكلوا رغيف نظيف يعني.